طيب ننتقل بعد هذا إلى السؤال الثاني. السائلة الكريمة تقول: أمي تمتلك مبلغا من المال، هل يجوز لها أن توصي بأن الولد يأخذ النصف والبنت لها النصف، أي تسوي بينهما في الوصية؟ وهي تقول الولد موافق، ما عندوش مشكلة أن يسوى بأخته في الميراث أو في الوصية. الجواب عن هذا: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فلا تصلح للورثة، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فالوصية إنما تكون لغير الورثة، أما الورثة فقد قسم الله التركة بينهم، لم يترك أمرها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فالله جل وعلا تولى بنفسه هذا القسم، فلا يصلح، فلا وصية الوارث. ثم من ناحية أخرى، فإن هذه الوصية لو صحت جدلا فيها مراغمة لمقصود الشارع. الشارع قصد أن أيلولة المال إلى الورثة بعد موت المورث إنما تكون على هذا الترتيب: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأن يسعى صاحب المال في حياته إلى مراغمة حكم الشرع وإلى معاندة ما شرعه الله عز وجل، فهذا جانب آخر من جوانب النقص أو النقض لهذه الوصية. لكن في مخرج. إيه المخرج؟ أن يكون هذا عطية منجزة في حال الحياة. يصح واحد عنده عمارة مكونة من عدة شقق، فأراد أن يقسمها لأولاده في الحياة بالسوية، جائز. لا تكون وصية، لا يكون الأمر تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت، بل تمليك في حال الحياة. فإذا أراد أن يقسم أمواله في حياته بين ورثته، يعني بين أولاده، عطية منجزة يخرجها من يده ثم يملكهم إياها ويمكنهم من حيازتها فيحوزونها ويقبضونها، إن كان ذلك كذلك فلا حرج، لأن جماهير أهل العلم على أنه يجوز التسوية في العطية بين الذكر والأنثى. الحنابلة فقط هم الذين يقولون إن العطية في حال الحياة تجري على وفاق أحكام الميراث كذلك، لكن الجمهور يقولون بالتسوية. فتقليد قول الجمهور جائز سائغ لا حرج فيه. فإن أراد أن يقسم أمواله عطية منجزة، وأكرر عطية منجزة في حال الحياة وليس وصية مضافة إلى ما بعد الموت، فلا حرج في هذا، على أن يمكنهم من حيازتها وأن يحوزوها بالفعل، لأنهم إذا لم يحوزوها سترجع ميراثا. ودي قصة أبي بكر عندما نحل ابنته أمنا عائشة رضي الله عنها جزازة 20 وسقا، وبعدين لم تقبض هذا المال، لم تقبض هذا التمر حتى حضرته الوفاة، فقال: أي بنيتي، ليس أحد أعز علي بعدي أن يكون غنيا منك، وقد كنت وهبتك كذا وكذا، ولو كنت حزتيه لكان عطية سارية ناجزة، لكن لم تحوزيه فهو اليوم ميراث. يبقى لكي تجوز العطية، لكي تمر، لكي تتم، لابد من القبض، إذا لم تقبض عادت ميراث.